بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا عظيم. هو السورة بيّنت مصير كل نوع من أنواع الإنس والجن، والأغلب بين مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير بعد ما يراه شوية من سكرة موت. هنا شيت جزء من إجرامهم، وما أدراك ما الإجرام، في أنواع أنواع وأنواع وأنواع، وعمق في عمق في عمق، وظلمات وظلمات وظلمات، ومظالم ومظالم ومظالم. والناس مش هنا لهذا يحسب أنه يحسن الصنعة، ولهذا يحس روحه مع الآخرين كيف كيف، لكن قلوبهم شتى. يعني أغلب الأحيان القلوب مربوطة بالعقول، بما أنه العقل الغايب فالقلوب تائهة، واشتغلوا كونهم كلهم مربوطين ببعضهم، وكل حزب بما لديه فريق، كما عندنا في تونس ومصر. قال لي هذا يضرب على الطنبور حزب. أعلى المؤمنين مش بالضرورة نضربوني، لأنه إحنا حالنا تكفي، اللي حزب الله هم الغالبون، وأنا جندنا يقول ربي سبحانه وتعالى هم المنصورون. حزب الله هم المنصورون، وجند الله هم الغالبون، ونصر وغلبة هذا ما يعطي ربي إلى الأحباب. وكنا من نوع الرفيع من أحباب هم المقربون، وكنا الوحيدين اللي ربي خصهم بسلام سلام، ما عداهم من أهل الجنة إلا مرة يقول لهم ادخلوها بسلام، أما سلاما سلاما ما يتمتع بها إلا المقربون. وهذا يتقاوى سورة الواقعة في بداية سورة الواقعة. نعود إن شاء الله تعالى.